يا دكتور، حتى لو هو ساعة. يعني انا بكلم حضرتك كأم وعلى ارض الواقع، انا اصلا تمام ما عنديش وقت ان انا اعمل ده. يعني احنا بنرجع من المدرسه، اي ام بتغدي والولاد بياخدوا الشاور بتاعهم، بعدين بنقعد نحل الواجبات التي لا تنتهي، وبعدين بعد تمام كده بنبتدي نعشي، وبعدين بعد كده بنبتدي ننيم. طب امتى؟ يعني هو الموضوع هيبقى محتاج بس شويه تعب مجهود في الاول، في ان احنا بنعمل شويه تنظيم للوقت شويه. مش هتكلم قوي كتايم مانجمنت عالي، لكن انا هقول تنظيم وقت وبلان بسيطه معموله. احنا عندنا 24 ساعه في اليوم. هتكلم بقى بننام بقى 7 ساعات، 8، 6، حتى لبعض الاشخاص مثلا ما بيلحقوش يناموا قوي غير شغلها غير كل الكلام ده كله. تحط مواعيد وتخلي لنفسها الساعة واحدة، ده أنا بطلب بس ساعة واحدة أو ساعتين بالكثير قوي لو تقدر طبعا، يعني دول اللي هم يبقوا بتوعها هي الشخصيين. نعملها إزاي بقى؟ نعملها وفقا لأن أنا في الأول خالص معايا جدول المدرسة وجدول الدروس والمواعيد وهكذا إلى آخره التمارين. أفضي نفسي النهاردة يوم، ويحبذ إن هي تبقى أوقات مختلفة. يعني حضرتك فاهماني، لما ايوه تبقى فاهمة حضرتك. النهاردة أنت مثلا الساعة 5 بتاخدي من 5 ل 6، ده البريك بتاعك، ما فيش حد معاكي وبتعملي اللي انت عايزاه. يوم تاني مثلا يبقى الساعه 7 بالليل، يوم تاني ان شاء الله حتى الساعه 10 الصبح. وتفر كل اسره على حسب توقيتاتها، واذا كانت هي بتشتغل ولا ما بتشتغلش كمان، فده هيفرق كتير. بس نحط ساعه وتبقى متغيره يوميا. هنا هي هتحس بالراحه النفسيه، شويه سلام نفسي كده مع نفسها كده هيبقى كويس جدا بالنسبه لها، وهتقدر تواظب لبكره وبعده.